أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن انتهاء المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء، والتي انطلقت برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. نعم، وقد أنجزت الحملة الوطنية للتشجير في فترة وجيزة 57 مشروع تشجير في مختلف محافظات ومدن المملكة بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة. وبهذه المناسبة أعربت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن بالغ الشكر والامتنان للمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد على دعمهم الكريم لمشاريع التخضير ومساهمتهم في إنجاز المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشجير.